بعدين ماما. صباح الفل. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا رحمون. يلا اصحى بقى بلاش. شفت المشرقة؟ ايوه. تعالى يا جميل. ابو حبيبي قوم. يا ماما لسه بدري. لا يا ماما مش بدري. قومي يا حبيبي. قومي يا حبيبي ماما يلا عشان تتأخر على المدرسة. لا ما تعبتش يا ماما. قوم يا اخويا بقى بلاش كده. سامي سامي قومي يا سامي الميه غليت. غليت؟ بعد كام؟ الواه اللي بعد كام؟ الميه غليت يعني سخنت والسخان ده عشان انت عاوزين واحد تاني. تاني؟ ايوه. يا ناقصة؟ وايه اللي ناقص؟ هو انا كل يوم هفضل اسخن في ميه دي ما بقتش عيشه دي؟ يا ست ربك افرجها. خدتيني ايه؟ العيال؟ لو ابو العيال دي امتى حد نايم في الصاله؟ انت نايمه جوه؟ ما هو اصلي حبيبي العيال كبرت وبعدين كده بصراحه نظامنا كده ما ينفعش عايزين شقه كبيره كده عشان بثلاث نظر عشان ننام ونستريح. من ايه اللي حصل؟ على رايي النهايه يا دوبك منقوشة بالترتب طول عمرك رضا وانت كده. شعري تغير. شغلنا ازاي؟ والعيال تروح مدارسها ازاي؟ ما تتحججليش بالعيال، العيال كبروا اتمرض عليهم هم ويقدروا يركبوا مثل الاركان. صباح القشطه يا ست الكل. صباحك نور يا معلم بطل. محتاجين دول امريكان. جرايات استعايده. انت عايز توديني في داهيه ولا ايه اللي معاك؟ ليه كفاله الشر؟ ايه اللي حصل؟ حبايبنا الحلوين يا ستي مش همعين الفتله اليومين دول ولسه قابضين امبارح على الحاج بركات ربنا يكفينا شرهم. طيب والدولارات؟ جلال بيه محتاجهم ضروري جدا. وانا اقدر اتاخر على جلال بيه بس مش هنا العالم ما بقاش يتدلب بقها فوله. هحصلك على العربيه.